في بازار اسمه آشور وسط مدينة كانت يوما ما عاصمة للآشوريين. تشارك هذه الرسامة بعدد من لوحاتها التي تحمل معان للأمل وعودة الحياة، وتحاول من خلالها إحياء هذه المنطقة وترك بقعة مضيئة وسط الظلام الذي خلفته الحرب. يعني إعاقة، إعاقة ما بالجسد، الإعاقة الفكر والعقل. أهم شيء شخص عنده موهبة، يعني يظهر موهبته، يشارك الدراسة. الدراسة هم ما توقف، حاول يكمل دراسة حتى لو خارجي، يعني يقدر يكمل. أصحاب الهمم كانوا حاضرين بقوة، عرضوا ما تنتجه أياديهم وقالوا أن الإعاقة هي إعاقة الفكر وليس الجسد، وتركوا رسائل عديدة، منها ما يدعو إلى الحياة، ومنها ما يقول أنهم جزء منها. وذوي الاحتياجات الخاصة أيضا، حيث مشاركين اليوم بهذا المعرض يمتلكون حس فني عالي وراقي وذوق رفيع. ومثل ما قلت تخشعون، يعني مو مقتصر اليوم المعرض على فقط فئة معينة، لا، بل الكل اليوم مشاركين بينه، وأيضا للأهالي المدينة الموصل القديمة. وسط أجواء امتلأت بأنغام تراثية أقيم هذا البازار، ويحاول أبناء الموصل من خلال هذه المبادرات التمسك بكل شيء يخص هويتهم التراثية والتاريخية، فقد خسروا الكثير من ملامح هذه الهوية بسبب ضراوة المعارك، وها هم اليوم يحاولون الحفاظ على ما تبقى منها. كان الموضوع مفاجئ بالنسبة لنا بالفنانين الموجودين والحرفيين والصناعيين، وهذا الحضور الجماهيري في منطقة الجانب الأيمن في حمام المنقوشة، ونحن في هيئة استثمار نينوى إن شاء الله سنعمل جاهدين على تهيئة مواقع مناسبة لإقامة مدينة معارض لمثل هذه الأعمال الفنية والحرفية. لم تعد الموصل تنفض غبار الحرب فقط، إنما باتت تعكس صورا عن الإصرار والإرادة ورفض الانكسار. من الموصل القديمة محمود الجماس، قناة التغيير.